مرحبا سوية صباح الحوين. الحمد لله لاباس عايشة. كيفاش عديت ليومات العيد؟ الحمد لله مشيت عيطت، عندي عيلتي في صفاقس، عيلتي في قليبيا، دونك عيطت عليهم. تحية لصفاقس وتحية لقليبيا وبنزرت بنقردين تونس، من بنزرت لبنقردين والاخر نقطة في تونس، الاخر نقطة في تونس. قل لي سوية، هل وان ستروك يظهر لي انا متوفى السيزون تاع دارنا لما نتعلم؟ خذ اليوم سهلت شوية ولما حالة بدلت السوجي شوية اللي هو اليوم باش نركزوا على الأوراق. الأوراق. ركزنا في الحصص السابقة على الوردة. وما ركزناش على اوراق، دونك اليوم كيما تشوف عبيتها برشا بالاوراق جوست باش نوريو كيفاش نخدموا الورق. صحيح. دونك شنو نستعملوا اليوم؟ حضرت الالوان الاكريليك نتاعي بيان سور. باهي كالعاده عندنا حضرت اللون الاخضر هذايا بدرجاته من الفاتح للغامق لهنايا هو باش نبدا بالديغراداسيون نتاعي كالعاده. باهي اول ما نبدا باش نوري نعاود نركزوا على الجيست نتاع الورقه أي. اللي هو كيفاش قلنا باش ناخذ البانسو نحطها بيربونديكولير على الورقه نتاعي نعرفش باش نهبط لهنا باش تكون اليد يدي واضحه باهي نحطها بيربونديكولير ومن بعد باش نتجه اتجاه الفوق باش ننزل على البانسو ناخذ لابوي نتاعي ننزل على اتجاه الفوق ننزل عليها هكا شفتها لاحظت اللي هي ولات راقده على الورقه ونمشي بها اتجاه الفوق ومن بعد نبدا نهز بشويه 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 تحصلنا على الورقه دونك باش نعاودها من الاخرى هكا نجم ناخذ لابوي بيدي باش ما تبداش ترعش على رعش على حاجه باش الالوان تجي متناسقه والبانسو تاخذ الفاسون تاعها وتعطينا الورقه نتاعنا اكيد لهنا حطيت الاوراق في موضوع ما خليتهمش مسيبين باش نعاونوا اللي شاهدوا فينا باش كيف يزينوا قطعتهم يعملوا حاجه متكامله رسمه متكامله باهي كيفاش بديت العرف نتاعي بديت بشكل خطوط مقوسه داكوردو بالطريقه هذه الشكل تحسه سهل والخدمه نتاعو تحسها سهله هكا ولا لا شوف ديما البانسو واقفه هكا على البابيي ونمشي نعمل خطوط جويده انطلاقا من الخطوط هذيا نجم نخرج تفرعات هكا في اتجاهات ما عنديش اتجاه معين اكيد دونك في الاتجاه اللي تحب عليه ولهنا نجم نرجع للالوان الفاتحه اللي حطيتها لهنا باش نعمل الديغراداسيون تاعي فوالا بالطريقه هذيا ونمشي في اتجاهات مختلفة هذا بالطريقة هذية خطوط باهي ونجي الشكل اللي عملته لهنا باش نوظفه في العرف نتاعي تحس روحك متشوقه اللي انت تحب تعمل ابليكاسيون سهله تحسها هكا ولا نحب نشوف نتبع وساكته نحب نشوف اسكو نريسكي ونجرب ولا انا ماذا بيا ايش قولك لا لا خليني نتبع فيك كي التلميذه النجيبه ونتفرج توا فوالا والورقه بيان سور فوالا باليمين كيف تاخذ يدك عجاز راك تولي ما عادش تبدا سيستماتيكمون فوالا صحيح تولي خدمة كونتينو فوالا حتى كي تبدا فما غلطة صغيرة ترتابي روحك مي بيان سور بيان سور نجمو نصلحوها فوالا لهنا انا عندي الاخضر اما الاخضر كي نحب نغمقو ردها ورقة عاتية على المارون شوية نجم في البانسو هذيا نزيد شوية من الاحمر ونعمل الخلطة نتاعي لنا نعمل هكايا شفتها كيف لاحظتها ديغراديسيون كيفاش ولات عطاتها شويه على المارون النجم نحب نفتح الاخضر هذايا دونك نجي نعمل بالابيض ونفتح دونك نستعملوا الاحمر باش نعملوا لا كولور مارون فوالا والابيض باش نفتح باش نفتح شفت كيفاش اللون تبدل بيان سور باهي لهنا باش نولي حاجه اخرى اللي كي نحبوا نتحصلوا على اوراق صغيرين نبدلوا البانسو ملي كان البانسو صحيح لهنا هاي شعر بانسو كبيرة كبيرة هذيك للي بيتال دو غوز هذه البانسو المتوسطة بالنسبة للأوراق فوالا وهذه الصغيرة للبيتالة الصغيرة بكرة دونك لهنا البانسو هي اللي تتحكم فينا وهي اللي تنجم تعطينا الأحجام الصغيرة الكبير شوفوا كيفاش الحجم باش يتبدل تولي صغيرة بكرة نعاود نذكر السادة المشاهدين اللي احنا نخدموا مع سهير اليوم في طريقة الوان ستروك لكن حبينا نركزوا على الورقة الأوراق
الورقه اللي الطريقه بتاعها ما ركزناش عليها في الحلقات السابقه. حبينا نخدموا الورده ولي بيتال دو غوز بتاع فوالا. بالنسبه للي يلقى صعوبه مثلا كيف كنت ياسمين وما نجمش تحط البانسو وتعمل، تنجم تعامل روحك ستيلو ولا قلم رصاص وتصورها الورقه قبل ما تنجي لهنا مثلا نصور اعتبار انا عندي ستيلو. سامح اعطيني ستيلو. اي نعطيك ستيلو. شكرا. جي انت لهنا وتصور شكل الورقه. اي فوالا. تصور شكل الورقه تفضل وتولي تويكا كي يبدا انت عندك شكل محدد لونها. واضح تنجم تتبعه على الرسمه نتاعك. اها تحط البانسو هكايا وريحه اللي ستيلو باش البانسو باش يغطي. فوالا فوالا. دونك جوست مانيش نرسم باش نوريهم. دونك باش نشدوا البانسو بتاعنا هك. فوالا. دونك جي منها باش تبدا مقابل الكاميرا. فوالا. دونك شدوا البانسو بتاعنا هك. فوالا. اي ومن بعديك ننزلوا نعطيو لابوي في اتجاه الفوق. تنزل عليها الفوق. تيل فاسون باش تولي صح من غير ما تدور. جوستومون تنزل. اي من غير ما تدور. فوالا. ومن بعد وقت اللي قريب تكمل تبدا تكمل المخش نتاعك وانت تهز في البانسو بشويه بشويه الفوق. اي صحيت الفوق وتهز فيها البانسو لين تقف بيرفونجيك معناتها كيما بديت كيما وقفت. دونك جوست باش تعمل كي دومي سيركل. فوالا هي باهي لهنا باش نعاودوها. انا باش نشدك يدك لحظه برك ماشي تحسها مايله تحسها قريبه اما مايله احنا حاجتنا بها باش تطلع الفوق. باهي دونك خليها هكاك. شفت انت هكايا احنا تويكا من هنا باش نمشيو اتجاه اليمين هكا. دونك هكا شفت لابوي تنزل هكا وتطلع هكا اما توقف البانسو بشوي بشوي وقت اللي تقف هكا. اه فوالا داكوغ انا خدمت بالعكس. صحي فهمتك. حسيت روحك بديت تفهمها. هي وسهله. هي سهله جست. اي فوالا جست تعرف التكنيك اللي باش تشد بها البانسو بتاعك باش تخدم. صحيت فوالا. احنا بالنسبه للحاجات كيما هكايا دونك في سونتر انيسا نعملوا دورات تكوينيه اكيد. دونك وعلى خاطرها نجموا نوصلوا المعلومه بطريقه سهله. دونك دورات تكوينيه ما تدومش برشا. حاليا ثلاث ايام بروشين مو على دوره تكوينيه تدوم ثلاث ايام. في ثلاث ايام هذوكم صحي في ثلاث ايام هذوكم يخرج الانسان متعلم كيفاش يعمل دوره كيفاش يعمل ورده كيفاش يعمل اون كومبوزيسيون. بيان سور بيان سور. خاطر فما شكون اللي يتعلم يقول لك انا تعلمت اما كيفاش نركب كيفاش نحط الورده مع الورقه مع كيفاش نعمل الريزولتا هذا كيفاش نلقاه. صحيح كيفاش نلقاه. دونك في الدوره تكون في ثلاث ايام يدخل حتى ماهوش متعلم يتعلم يعرف يخدم أكيد. الورده أكيد. والورقه والكومبوزيسيون كيفاش يحطهم في شكل معين. اكيد بيان سور نتصور وبرشا راهم يقبلوا على الدورات التكوينيه هذه وبرشا يحبوا يتعلموا برشا حاجه يكونوا الاغلبيه فرحانين بها. اكيد خلينا احنا لهنا مانيش نحاولوا باش نخرجوا حاجه بتاع واو. لا نحاولوا باش نوريوا الحاجه هذه كيفاش خلطت أكيد. خلطنا لها معنا. اكيد ونلقاو برشا حرفيين وحرفيات بديت بنفحه هكايا ما غير من با غرام ومن بعد ولا غرام ومن بعد في الحرفيه جمله وفي البروفيسيوناليزم. دونك حاجه حلوه على حتى كي نبداو بحاجه سهله فما اشكال اصعب من هكا. اما ما نتطرقوا لهمش توا واحد يتطرق للاتاب الصعيبه من بعد ما يتعلم ويتعلم لي بالو لاني افير مزور. دونك هذا من المعلومات الكل اللي نجموا ناخذوهم على الوان ستروك بالنسبه للورقه باش شفتوا كيفاش خدموه. حاسبونا انتم بالريزولتا ما يسالش اذا فما شكون فيكم يتفرج وما غلوش. انا نذكرك في الكام تاعك انت راهو احنا حتى في الكواليس مانيش قاعدين نجرب. اي اكيد المحاوله اي فوالا نجرب سيغ لو شون. دونك بوكو با انتم تجربوا في ديركم وكان عندكم حاجه هكا ابعثوا لنا على الباج خلينا نشوفوا وهكايا نوريوها للسوير وتعطيكم دي نوت تعطيكم دي نوت ويقولوا لنا مش حتى هيك يقولوا لنا كي تجرب وحده ينهي ليتاب يلقاها صعيبه بالحق. دونك نجموا نعاونوهم احنا. ميرسي بوكو سوير يعطيك الصحه يعيشك. ميرسي بوكو.